الروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا مرقس البشير الاصحاح الثالث يقول جزء منه: فدعاهم وقال لهم بامثال كيف يقدر الشيطان ان يخلق شيطانه، وان انقسم المملكه على ذاتها لا تقدر تلك المملكه ان تثبت، وان انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت ان يثبت، وان قام شيطان على ذاته وانقسم لا يقدر ان يثبت، بل يكون له انقضاء. لا يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم أن كل شيء يغفر لمن البشر الخطايا ومن التكديف الذي يكتفون ولك من جد الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد. الحد الثالث من شهر مصر يا إخواتي هو آخر شهور السنة الأبدية زي ما قلنا لحضراتكم المرات اللي فاتت. وإنجيل شهر مصر بتدور حوالين التوبة ومراجعة الإنسان لنفسه. بنلاقي الحد الأول الكرامين الأرضياء، ونهاية السنة بتورينا الإنسان لابد أن يكون محاسبا لنفسه لكي ما يكون مثل هؤلاء الكرامين الذين صلبوا رب المجد بخطاياهم. الحد الثاني الحد اللي فات دعوة لاوي العشار، وإزاي المسيح قابل لاوي. والكنيسة ادتنا درس مهم جدا أن المسيح يقبل الخطاة في نهاية السنة إذا حاسبت نفسك ورجعت المسيح لأ كل مكتب في أي يوم طبعا، لكن تملي في نهاية السنة بتبقى فرصة للتوبة وفرصة لمحاسبة النفس. مسيح يقبل الخطأ. طيب السؤال بقى اللي عايزين نسأله إجابته في الحد الثالث، طب ليه أنا مش عايز أحاسب نفسي وأتوب؟ ليه أنا مش عايز أحاسب نفسي وأتوب؟ الأسبوع الثالث يجي رد على السؤال ده، وقصة الإنجيل بتاع النهاردة نقولها بعدين أقارنها بالسؤال وإجابة السؤال. سأل مسيح لأ كل مكتب، خرج شيطان من واحد به روح نجسة. يبتدي الإنجيل النهاردة يقول له كان الكتبة الذين أتوا من أورشليم يقولون، بدأ الكتبة وقلنا منهم الكتبة الفريسيين، بدأ يقول عسى المسيح لكل مجد إنه لعلى زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فقال له المسيح لكل مجد أمثل. قال له إزاي الشيطان يخرج شيطان؟ الشيطان حكيم يعني عنده حكمة، ما يقدرش أبدا الشيطان ينقسم على ذاته. وده أمثلة إن إذا انقسمت مملكة على ذاتها تخرج، والشيطان لحد النهاردة قوي. وبعدين بدأ يقول لهم برضه مثلا إيه؟ قال لهم إيه؟ لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب امتعته. يعني إيه؟ يعني الشيطان قوي جدا. مين يقدر يفك أمتعة هذا الشيطان؟ يعني لما يجي واحد يخش مثلا يستعمر بيتنا أو يستعمر مدينتنا اللي جوه البلد أو جوه المكان ده، ناس ضعاف جدا. مين اللي يقدر يخرج هذا القوي؟ الأقوى منه. طب من الأقوى منه اللي يقدر يفك هذه الأمتعة؟ هو زاد المسيح لها كل مجد، هو اللي يقدر يفك الشيطان. وهو ده اللي حصل. زاد المسيح لها كل مجد، الشيطان قوي جدا، والشيطان ربط الإنسان. لما المسيح لها لما ربنا لها كل مجد قال لآدم ما تاكلش وأكل، فآدم أخطأ، وبعدين آدم نزل، وبعدين الشيطان بقى له مملكة العالم. مين يقدر على الشيطان؟ محدش يقدر على الشيطان. واحد بس يقدر على الشيطان، هو الذي بلا خطية، الذي صلب وسفك دمه من أجل الخطية، هو ده يقدر على الشيطان. طيب يبقى لازم واحد يجي يفك القوي ده. شهوة المسيح يا أخواتي هو الخلاص. شهوة المسيح إن كل واحد يرجع لربنا، دي شهوة المسيح لكل مكان. عشان كده واحد ما يسمع عن القديسين مثلا المره اللي فاتت مثلا علمنا مادة او زكا او اي حد، دي بتدينا فرصه تقول اهو ناس اهي قديسين. طب انا بس دول مقدسين ارض بقى، بس ابحث في حياتهم هتلاقيهم قبل القداسه كانوا ايه؟ كانوا خطاه. حتى هم في القداسه كانوا ممكن يغلطوا. يبقى اذا من خلال شهر مصر الاسبوع الثاني الدعوه للكل، حتى للخطاه حتى الخطاه. انا واحد من الخطاه دول، ممكن ابقى قديس ممكن ابقى قديس. لكن المشكلة في ايه؟ المشكلة ايه اللي يعطل؟ ايه اللي يعطل؟ اذا كان المسيح عاوزني وفاتح قلبه للكل، طب ايه اللي يعطلني؟ ايه اللي يعطلني؟ اجابته على السؤال النهاردة، او اجابته موجودة في السؤال النهاردة. ايه اللي يعطلني؟ الخطية. بس انا ما اقصدش الخطية الخطية، لكن انا اقصد ايه؟ أقصد أسلوب الإنسان اللي بيتعامل بيه مع الخطأ. لأن في النهاية كلنا خطأ. وأدينا إحنا أهو قلنا مثال في شهر مصر الأسبوع اللي فات متى كان خاطئ. لكن متى كان خاطئ
عرف يتعامل ازاي مع الخطيه. يبقى اذا الثمر هنا بيجي من واحد بيعرف يتعامل مع الخطيه، وواحد الخطيه بتعطله فلا ياتي ايه؟ بثمار. في فرق ما بين انسان ياتي بثمر والاخر لا ياتي بثمار. الانسان الذي ياتي بثمر هو الانسان الذي يعرف يتعامل مع الخطيه. لا يكون خطيه. حاجات الانجيل النهارده زي ما قلنا لحضراتكم، لكن تهمني النهارده حته معينه قوي، هو المسيح لما اعطى المثل الامتعه والبيت. قديس بطرس في اعمال الرسل يقول ايه؟ سيد المسيح جاء ليشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. جاء لكي يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. يبقى اذا المعجزه ليها مفهوم روحي كبير قوي. ايه مفهومها الروحي؟ ان كل نفس تعمل الخطيه ابليس متسلط عليها. زي واحد عايز اقول لحضرتك دخل بيت وراح ربط كل الناس دي بحبال. مين يقدر على هذا الرجل؟ انسان قوي يقدر عليه اقوى منه. انت او انا او غيرنا قال شيطان بيلعب بينا عايز يربط. مين اللي يقدر يفك هذه الامتعه؟ هو ايه؟ هو المسيح. ده كل ما عشان كده قال لهم ايه؟ لا يستطيع ان يدخل البيت القوي ولا بمتعته. هو بيته فين؟ بتوع الارض. لا يستطيع احد وينهب امتعته. امتعته اللي هو مين؟ اللي هو ربطهم. ان لم يربط القوي اولا يبقى لازم القوي ده ايه؟ الاول يتربط علشان نقدر نفك انفسنا، او اسف عشان المسيح يقدر يفكنا. الشيطان كل نفس بتعمل الخطيه الشيطان ساكن جواه ومتحكم فيه، اصبحت ملكيه الشيطان. ما مدى قوه هذا العدو؟ عدو قوي. المسيح نفسه شاهد ان الشيطان قوي. هو قال النهارده والقوي يحفظ يحفظ بيته. القوي يحفظ بيته، هو قوي وعاوزنا. طب عايز ايه؟ عايز الناس دي زي ما هو، ها؟ بفكره الخاطئ وجبروته الخاطئ وكبرياته الخاطئ وكبرياته الخاطئ، هو مش عايز حد يخش في 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 حضن المسيح. دول بتوعي انا. اذا يبقى في كان في حرب، في حرب بين الشيطان والمسيح الى كل مبنى. مين ياخدنا؟ مين يفوز بينا؟ فالشيطان عايز يفوز بينا، هو الاقوى. اقوى ايه؟ اقوى 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 بالنسبه لنا احنا. فالقوي عايز يحفظ بيته. والشيطان ده قوي جدا. الشيطان ده لو حضرتكم طبعا تعرفوا الشيطان ده كان قروب، كان ملاك. طبعا ملائكيا قوي جدا ومن عبد الله، ان سابه بقوته. بس بدل ما قوته كانت بتسبح وتمجد وتعمل اعمال خير، بدل قوته تخش في الشر، تخش في الشر وتبقى عايزه ايه؟ تتسلط على كل ايه؟ كل الناس. ولو يعني احنا نقول يعني اذا كان الشيطان قدر على ادم، ادم ده كان وقت ما اتخلق كان ايه؟ كان يعني كان انسان يعني متفوق جدا في روحياته، عايش مع ربنا، بيتكلم مع ربنا، شايف ربنا، يعني حاجه حلوه جدا. ومع ذلك الشيطان قدر على ايه؟ على ادم. فما بالك بقى احنا الضعاف اللي على الارض اوريدي، اللي يعني يعني يا دوب يعني يعني ماشيين يعني يعني جنب الحيط. يبقى اذا الشيطان قوي جدا. الشيطان قدر على داوود النبي. يعني تخيل داوود النبي ده اللي قلبه زي قلب ربنا وطهارة. ولازم حاجة بقى كمان، ان الشيطان يخش في ايه؟ يخش في الحاجة اللي انت فاكر عليها، فاكر انك انت قوي فيها او فضيلة. يعني داود النبي كان فضائله ايه؟ انه انسان طاهر. انسان طاهر. يجي ربنا في الحتة دي، اسف، يجي الشيطان في الحتة دي ويخبطه فيها. يقول له تعالى. طب تعالى ايه؟ هل في حد كان يصدق ان داود يقتل ويزني؟ مش ممكن ابدا. يجي مثلا واحد زي سليمان حكيم في زمان، ضربه يضربه في حكمته. كان انت واحد حكيم جدا ويسجد للاصنام. طب كان فين عقلك يا سليمان؟ لا مش هو ضحك، ضحك عليا. طب وانت قوي؟ اه انا قوي، بس مين اقوى منك؟ الشيطان اقوى منك. يبقى اذا النهارده لازم نعترف ايه؟ بان الشيطان اذا كان قدر على داود في طهارته، قدر على سليمان في حكمته، فما بالك بقى انا وانت هنعمل ايه؟ يبقى المشكله في ايه؟ المشكله ان الشيطان بيضحك علينا في نقط قوتنا مش في نقط ضعفنا. الشيطان يقدر عليك لما تقول انا قوي. انت قوي في ايه؟ انا قوي في العطاء. طب تعال يروح ضربك في العطاء. انت قوي في ايه؟ انا قوي في عدم ان انا ما بشتريش حاجه، انا بعمل ما بعملش حاجه، انا يعني واحد في حالي كبير في السن ما بعملش حاجه، كل الخطيه دي خطيه شبابيه. طب تعال روح خبطك في الخطيه دي وهكذا. ليه؟ لان يقول كده انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها ايه؟ اقوياء. كل قتلها اقوياء. فلما تقول انا قوي اعرف ان في الحته دي هتتخبط فيها، وفي الخدمه احنا بنحس ده كتير قوي.
داود قوته في ايه؟ فقط قلبه. طب تعالى سليمان قوته في حكمته. طب تعالى شمشون قوته في ايه؟ مش في قوته؟ هضربك في القوه بتاعتك. بطرس قوته في ايه؟ مش قال له حشاك يا رب؟ برضه واحد ينكرني. ايه ده؟ طب اي حد ينكرني غير بطرس؟ ده راجل قبليها قال له لا انا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن اسيبك، مش ممكن ابعد عنك، انت قوي في دي. طب تعالى. طب عمال واحد يسال يقول له طب عمال ايه انقذ قليلا من الملائكه؟ يعني انقذ قليلا، انقذه انقذته قليلا من الملائكه، يعني انقذه قليلا. هنا الملائكه قصده رتبه الشيطان يعني. انقذته قليلا من الملائكه، يعني انقذه قليلا من الملائكه. يقول لك لا، انقذته مش من حيث القدره، لكن من حيث ايه؟ من حيث الوقت. انك انت الحرب مع الشيطان في وقت قليله، تدعيش في العالم قد ايه؟ فتره قليله. فتقدر تنتصر عليه بقوه ربنا لانها فتره ايه؟ فتره قليله. انا بس هسيبك كده فتره بجسدك تتحارب من الشر، بعد كده ايه؟ هرفعك لايه؟ للملكوت السماوات. طب دي النفوس اللي جه من اجلها المسيح هو اقوى منه، اقوى منها. ان القوي يحفظ بيته في ايه؟ ها؟ في في ايه؟ في امان. القوي يحفظ بيته في امان. طب انا اعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ لكن القوي فيه الاقوى منه. مين الاقوى منه؟ المسيح له كل مجد. المسيح له كل مجد على الصليب عمل ايه؟ ربط الشيطان. هزم الشيطان هزيمه ساحقه. يبقى اذا انا النهارده اقدر اقول ان ربنا له كل مجد يسوع المسيح هو اللي انقذنا من الشيطان. ولازم الناس تفهم ده، ان بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. مش ممكن. هنا بيقصدوا على مين؟ قصدوا على الشيطان. قصدوا على القوي. قصدوا على القوي. جه المسيح وقال انا هعطيكم ان السلطان ان تدوسوا على الحياه والايه؟ والعقارب وكل قوه العدو، وهعطيكم السلطان ده. ايه السلطان ده؟ السلطان ده لا، السلطان ده هو سلطان الصليب، سلطان القوه الاقوى منه. يبقى احنا في ذاتنا ضعاف جدا بالنسبه للشيطان. وعلشان كده يقول ايه؟ ان كنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. مين يقدر يقول ان مفيش خطيه؟ مفيش خطيه. لكن يبقى احنا كده اعترفنا بحاجه او حاجتين. رقم واحد ان الشيطان قوي جدا، ولكن الاقوى منه هو المسيح. ما تقدرش تنتصر على الشيطان الا بقوه المسيح. رقم اثنين انك هتقع، هتقع. عشان الواحد يقول لك انا مش قادر اخش الكنيسه، مش قادر اتعلم. انت 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 ضعيف، انت طعم الشيطان. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل زي ما قلنا التعامل مع الخطر وليس الوقوع في الخطر. المسيح قال لا يقدر الشيطان ان يخرج الشيطان. لو اقتنعنا بالايه دي هنقدر نحارب الشيطان ازاي؟ ازاي؟ تعالوا كده بقى نوضحها بالمفهوم الروحي. كل اللي احنا قلناه كده ايه اللي نستفيده؟ مفهوم الروحي. اي شر تشوفه تعرف ان ده ورا شيطان. هو كان كده لا يقدر ان يخرج شيطان. الشيطان ما يخرجش شيطان. يبقى اي شر تشوفه في حد هو شيطان. طب اصلحه ازاي؟ ازاي اصلحه؟ اصلحه بان الشر ما يوقفش الشر، بل بالعكس الشر يخلي الشر يتمانى. لان الشيطان شر، انت عايز تهزمه، اهزمه بايه؟ بعكس الشر. لان يستطيع لا يقدر ان تنقسم المملكه على ذاته. فلو انت النهارده في شر قدامك وانت تصرفت معاه بشر، يبقى انت بتزود ايه؟ الشيطان. يبقى انت ما عرفتش تحارب الشيطان. يبقى ازاي تتعامل مع الخطيه؟ تتعامل معاه بالايه؟ مش بالشر اللي في جواك ولا بالخطيه اللي جواك، لكن تتعامل معاه ايه؟ بالخير. دخلت البيت ولقيت فيه مشكله، لقيت مثلا زوجتك تعبانه شويه، نرفز شويه، واتبر. لقيت زوجي تعبان شويه، بتنرفز شويه، اعمل ايه؟ اقابله بخير. ما اقابلوش بشر، بس اذا قابلته بشر الشيطان هيرفع وهيعلى. يبقى اذا هنا مشكلتنا في ان احنا بنقابل الشيطان بشيطان. الشيطان هنا يفرح، بيبقى مبسوط جدا. وادي المشكله. النهارده لما تيجي تشوف يعني نخش على بيوت وانقسام البيوت، لما تيجي تشوف البيوت ليه مهلهله النهارده؟ مشاكل كتيرة جدا. ليه؟ لأن بقينا كل واحد حكيم في نظر نفسه. محدش يقدر يتكلم معايا. أنا أبويا وأمي وفلان وفلان، إحنا ما تعودناش على كده. اللي بقى اللي مش عايز يمشي يمشي، مش عايز يقعد يقعد. بص إحنا بدأنا نخش في مشاكل زوجية كلها عشان إيه؟ بنقابل الشر بالشر. والكنيسة هكذا، كل حياتنا بقت هكذا. لما تيجي تشوف أي مشكلة ليه؟ لأن بلاش تسمع كلام الكتاب المقدس، إحنا مش ضعاف، إحنا أقوياء. أنت قوي؟ أه أنت قوي. طب أنت قوي زي الشيطان؟ لا طبعًا مش قوي زي الشيطان. طب أنت فينك أنت؟ لما انت مش قوي زي الشيطان، طب ما تقابل ايه؟ ما تقابل الخير بالشر. الحاجه الخطا ما تتصلحش بالخطا. الحاجه الخطا تتصلح بالصح. ايه هو الصح؟ ان اعترف ولا انا خاطئ.
انا غلط. ما ينفعش انا افضل ارجو مع حد وانا عارف انا غلطان. ما ينفعش ما ينفعش. شوف يا اخواتي، هرودس خطأ خطأ خطأ. يعني ايه غضب؟ لحظه ضعف على لحظه ضعف. لما غضب قال ايه؟ قال ايه؟ قال انا ممكن ادي نص مملكتي ها لاي حد يفرحني كده ويبسطني كده. طيب اوكي، طب دي غلطه. غلط. طب لما جت كوريديا وفرحته قال لها ايه؟ قال عايزه ايه؟ نص مملكتي. طب مش عايز نص مملكتي، مش انت قلت هتديني حاجه؟ هتديني حاجه. طب قول انا غلطان، قول انا غلطان. لا، ودي بقى مشكلتنا. يعني تملي المشكله بكل اولادنا كده، ولازم تعلموا اولادكم كده. المشكله مش في الخطا، لكن المشكله ازاي اصلح الخطا؟ كيف اصلح الخطا؟ عشان كده ربنا لازم نقول يا رب ادينا الحكمه من عندك. ازاي الخطا ما بلوش بخطا اكبر؟ انا عملت غلط. عارفين زمان كان في كده مجموعه افلام كده تكون اجنبيه ومصريه وتبقى، بس الفكره في الكتاب المقدس ان واحد عمل غلطه وبعد ما صلح الغلطه راح وقع في غلطه اكبر في غلطه اكبر في غلطه اكبر في غلطه اكبر، ولسه في الاخر حياته بقت اتدمرت. المشكله مش في الغلط، المشكله كيف نصلح غلطتنا. احد الفلاسفه قال ايه؟ قال لما تقع في غلطه مرتين تبقى انت انسان غير حكيم. يعني لما يبقى في غلطه اول غلطه مش مشكله، احنا كلنا مشكله. لما يجي ابنك يغلط مره تقول معلش، لكن يجي نفس الغلطه هي هي وتاني وتالت ورابع تقع. طب ليه كده؟ وخصوصا لو انت الغلطه كمان مش حتى وقفت، لا ده انت زودتها. يبقى ده انسان مش حكيم، ده انسان مش حكيم. لا يمكن ان تغلب الشر بالشر بل اغلب الشر بالخير. ايضا مرات الانسان بيكون هدفه نبيل، ودي بقى تملي في الاعتراف تبقى كتير قوي. وممكن الانسان بس ايه بيبرر اللي هو عمله، يعني ممكن يكون هو غلط فيبرر هو عمله، لك انا ما غلطتش في المشكله. او انسان لك لا بس انا كان هدفي نبيل. ايه هدفه نبيل؟ يوصل بطريقه ملتويه لكي ياخذ شيء، ممكن حتى ولو كان هذا الشيء كويس. الحاجه الوحيده اللي ربنا مدحها لما توصلها باي طريقه من الطرق هو ملكوت السماوات. بس ملكوت السماوات هتوصل له ازاي؟ هتوصل له بطريقه كويسه. لما ربنا قال على المثل بتاع اصحاب مال الظلم، فمدح هذا العبد قال بحكمه. ليه؟ لانه عمل حاجه عشان يوصل لهذا. مثلا ده كان ربنا بيقصد بيه ايه في المثل؟ السبب بس. لكن غير كده مفيش حاجه اسمها على الارض انا عايز اوصل لغايه فابرر الوسيله اللي انا بعملها. هذا الكلام يا اخواتي كلام عالمي. انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ عايز اوصل بحاجه معينه. طب اضحك، اضحك على صاحب الشغل، يبقى ده اسمه ذكاء. لا ده مش ذكاء ولا دي حكمه. الحكمة هي اللي وصلني للمسيح، مش الحكمة ان انا اعمل الغلط عشان ابرر حاجة انا عاوزها. ابونا يعقوب ابو الاباء عايز بركة. دي ايه دي؟ دي غاية وحلوة خالص، دي حاجة حلوة خالص، دي حاجة حلوة. هدف جميل جدا، الهدف نبيل. عايز بركة، عايز بركة ليه؟ عشان يجوا الناس له، يجوا الناس للمسيح. طب وايه المشكلة بدي؟ المشكلة بدي لان هو خدها بطريقة ايه؟ لا بطريقة غلط، بطريقة غلط. وإذا كان روحيا في بعض الأوقات يعني ممكن، لكن برضه هو استعجل. لأن ربنا لو كل ما اداله الوعد وادى لأمه الوعد، طب أنت مستعجل على إيه؟ طب بسبب الاستعجال اللي حصل إيه في حياته؟ شوف قعد فترة قد إيه متشرد. ليه؟ لأنه لغاية بر الوسيلة بالنسبة له، لكن بالنسبة لربنا قال لك ده غلط، ده غلط. أوعى تقول لغاية بر الوسيلة في حياتك. كنت لسه بتكلم مع ابني في الموضوع ده إمبارح كده بالصدفة، وريله جزء كده من كليب كده. جميل قوي عجبني قوي، قلت حتى اوريكم كده في مره. لاعب تنس ده في العالم على فكره، مش هنا مش في الكنيسه. لاعب تنس ممكن يكون انسان كويس يعني روحاني او انسان في العالم بس كويس. فاللاعب اللي قدامه السيرف اللي رماه دخل جوه، بس الحكم حسبها بره والتاني بره بعيد ما بعده. الكوره سريعه جدا محدش يشوفها يعني، بس اللاعب اللي ضده شافها. فقال له انت من حقك تطلب التشالنج لانها كانت جوه. مش عارف شفتوها ولا مش شفتوها. قال له من حقك تطلب الشالنج لو انت حاجه ممكن انك انت نعيدها يعني. فالحكم بص له واستغرب، ايه ده؟ ده انت في نقطه كده مش هتاخدها يعني، في نقطه مش هتاخدها يعني. لا لا لا. فقال له براحتك. فالتاني قال في الاول انا لو كان فاكر انا بره، لما لقى ان التاني متاكد فقال له خلاص انا هطلب الشالنج، هطلب التحدي انا هشوفها. فضحكوا. فلما شافوها عادوها لانها كانت ايه؟ جوه بس يا دوب على الخط. انا ما باخدش حاجه مش حاجه. فبقول لي ابن امبارح قال لا يا بابا
مشكله، ايه المشكله؟ عبيط عبيط الله يسامحك. لا عبيط ايه؟ ما خدش حاجه مش بتاعتي، ما فيش حاجه اسمها حاجه. على اساس حاجه بقى، جمله بقى في الاخر بقى حد كتبها كده، فبيقول ايه؟ ان الانسان التاني ده كسب الماتش، لكن ده كسب قلب الناس، لكن طبعا كسب قلب ربنا. الفكره عايزين نوعي ولادنا ايه؟ الحاجه اللي مش بتيجي بالتعب، الحاجه اللي بتيجي بطرق ملتويه، دي حاجه ما ينفعناش، ما تنفعناش، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. مولاد مثلا احنا غشينا النهارده، غشيت كل الامتحان. جيب ايه؟ يعني ايه جبت ايه؟ طب جبت ايه؟ طب بعدين؟ طب بعدين؟ عملتها مره، طب وبعدين؟ وصلت لايه يعني؟ فين العالم بتاعك؟ الحاجه اللي تيجي بسهل تروح بالسهل، اذا ما كانش الحاجه تيجي. عشان كده برضه من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها مهمه قوي قوي. الغايه بره الوسيله، هل انت بتاخد حاجه من البلد حقك؟ ولا مش حقك؟ وبتاخدها لفتره قد ايه؟ ودي من ضمن الحاجات اللي ساعات كده يعني نتكلم فيها نتعب فيها، طب ليه ما يتعب؟ طب ليه ما يتعب؟ ما اسمعش. احنا الكتاب المقدس وشغله الكاهن انه معلش يتعب ضمير شويه، خطيت يعني. اه من حقنا، من حقنا، لسه شباب ما استندناش في البلد وماله، معلش اه لما نسيت. لكن طبعني كده. نقلل ساعات هنا ونزود ساعات هنا، نزود الكاش هنا ونقلل هنا، طب بعدين. طب بعدين لغايه بره الوسيله عشان نعيش. وانت يعني لو مش كده مش هتعيش. انا هنعيش صدقني مش كويس، هنعيش بالبركه. اخر نقطه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. اوعى تغلب الشر بالشر. نقول لاولادنا ضربك اضربه. واحنا لا لا حقي. لا والله ده ما قال خدك الايمن. طب اقول انت عايز يعني ابقى فيا يعني؟ لا مش قصدي، لا مش كده، لا مش كده. هقول لكم قصه كده بسرعه. احد الرهبان العظماء الحلوين المتوحدين كان بيعمل شغل بايده ويبيعه. وكان في عيله بنتهم عندها روح نجس. فقالوا ده الوحيد اللي يقدر يشفي بنتكم. بس هيجي ازاي؟ دي الرهبان دول يعني ناس متواضعين، ولو قلنا لهم مش هيجي. انا مين انا اخرج ايه؟ قالوا لهم احسن حاجه نعمل ايه؟ راحوا اشتروا منه السلال اللي بيعملها بايده. وقالوا له بقول لك ايه؟ انت توصلها لنا للبيت. الراجل قال لهم ما نسخرك معين، امشي مع اتنين. قوم اروح البيت اوصلها له. وصلها البيت. اول ما وصلها البيت طلعوا له البنت قال لها روح نجس. فاول ما الروح النجسه شافته هو انسان مبارك، راح عمل الروح نجسه البنت عملت ايه؟ راح ضربته بالقلم. فلما ضربته بالقلم عمل ايه؟ راح حول خدته. اول ما حول خدته الشيطان عمل ايه؟ لا يعني فنك الشر بالله. يبقى ربنا يعني هبقى فيا؟ لا. هو المسيح لما قال الايه دي مش قال تبقى فيا، الرئاسه بتبقى ايه؟ قال لك فنك الشر. ده المسيح نفسه لما اتضرب بالقلم قال لي مثلا ضربته. اذا فعلت رضيا فشل عليا بالرب. يبقى رب، يبقى هنا مش قصده انك تقول كل وقت يعني، لكن قصده ايه؟ قصده كنايه على عمل انك ما تقابلش الشر بالشر. ما تقابلش الشر بالشر. احنا للاسف هنا في الكنيسه، في الكنيسه هنا يقول لك لا بس ده عملني كذا، عملني كذا. ده زعلني في حاجه، انا زعل. انا مش كده. احنا جايين كيسه شامل 18. طب اذا كنت انت في الكنيسه مش موافق على المبدا الروحي، امال بره في العالم هتطبقه ازاي؟ لا اتحمل الشر وداع. النهارده يعني الكتاب المقدس مش بلازم يجي الحد الثالث على قصه مارينا الرهبه. مارينا الرهبه كل قصتها كلنا عارفينها عن ظهر القلب. شوف اتظلمت كام سنه؟ كام سنه وهي واحده ست؟ يعني كانت ممكن اول، على فكره مش كل واحد يتحمل ده، كان ممكن اول ما يجي لها يقول دي بنتك، دي ابنك. لما لا ليه؟ ده واحده ست، ده واحده ست. نزل نزل، ابخت من بات مظلوم ابات ايه؟ ظالم. المثل بيقول كده حتى يعني، حتى مثل العالم يعني. شوف يا اخواتي مشكلتنا الحقيقيه ان احنا لا نطبق كلام الكتاب المقدس في حياتنا العمليه. ما بنطبقش الكتاب المقدس، بنطبق مبدا العالم. مبدا العالم. وحتى اذا كنا بنطبق مبدا العالم في مره كلنا بنغلط، او حتى انا نفسي فيها نفس المشكله، لكن في النهايه ايه؟ على الاقل اعرف ان ده غلط. اعرف ان ده غلط، فاول ما اسمع كلمه ربنا اتراجع. ما اقولش لا 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 الكلام ده دي كنت الوعاظ، الكلام ده عشان الانجيل، الكلام ده عشان نقوله على انجيلاتك، لا لا الكلام ده مش عمل. لا حبيبي الكلام ده عمل. لو احنا هنتكلم النهارده حتى بالليل في حنان ربنا علينا. شوف حنان ربنا علينا في العالم، شوف ربنا عمل لنا ايه؟ ليه؟ علشان ماشيين حسب اسره الكتاب المقدس. امشي حسب الكتاب المقدس، اغلب الشر بالخير. ما تغلبش الشر بالشر عشان الشيطان يتحارب وينقسم على ذاته فمملكته تخرب ونصل لملكوت السماء كل ما بنتهي.